السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صاحبي الصباح هذا صاحبي بلا مش خمري حدايا وما تجبدليش فلوس الشاي ملي كصافي واحد لاقيه الله يدير فلوس نوض صاحبي شوف داك الناس اسمعني اسمع داك الناس تصبح ناس ونص عنده عندك فلوس ساعه تي ساعه نوض واحد بدا نوض صاحبي نوض نوض سير صاحبي وخا ناس وانا سير بخا ناس نوض سير بخا ناس احسن لك نوض اخدم لا رد ما لا والو شومور دين امك شكي دير شو مرحبا الخوان خو على حاله سير هاد الشماتي هذا سير ترجل ديك الساعه جريح حدايا تاصيل تما فين هادشي هنا اخويا ثاني تما الكاس او تي اخويا المنشي كي مطار واحد الخويا دريتا هو مالو تا هو هذا الخويا بحال ما عرفنا شنو فين لقينا شي خدمه بعدا اصلا في هاد البلاد هادي انت يكون خدامين كون قاعد احنا خدامين دابا كاع ما صبنا مريحين هنا اخوك تا هو في الشيط بلا ما تقول والله خويا لا ما عرف مالك الخويا دريتا تا هو من النهار مات الوالده والوالد ولا في الاول تيحن فيا وكذا وتيدور معايا شويه ويدقلب ويا الوالده تيغيبو تيغيب كلشي اصاحبي صافي الخوت ما داخلوش عليك اصاحبي تفو شنو دير دابا انت شنو داير ما صافي الدوران الدوران بحالي بحالي عرفتي غادي نوريك واحد البلان واحد البلان ما تبقاش تحتاج هذاك خوك شنو هو انت غادي تشوف معايا يلاه معايا يلاه يلاه معايا وغادي تشوف شنو يلاه كدا صعب تصور من الصح ديال البصح واش تقولي تتهضر معاك بالصح صعب شي حاجه قسي شي حاجه قليله وتدخر منها كثيره صعب عارف حنا انا نجيب الوريقات وانا معاك يلا عاريه وهذا بالحيط وتيخرج عليه ورقه بغى يخرج منها الفلوس ونتبعوه في هضرتهم وانا عشيرك هاكا شوف لي العيب هاد الغفره اللي جات هو شاش هي ترى شي ترى الصرف هذا وقال الارقام هذو راه فيهم الفلوس وهنا 7 8 راه 7 غير دخل 7 باش ما غتخش لها شريت بريكه من هاد اللعيبه دابا البريكه ديالي تصاصا اسمعني اصاحبي عشيري انت اوا اش تقول انت المهم انا غادي نعمر شوف انت ما عرفت تلعب حتى شوفني كيفاش غنعمر وعمر بحال ما عرفتش شي راه وهنا المنجاد كلشي غادي نديرو طلبنا مثلا باش لعب اليوم عندي ولا بحال واش تكافي هذوك غنقطع عليهم مقطع يا راه الارقام اللي كاينه خاصنا نحطهم هنا
المهم راني نعمر لك وقتك ما يستاهلش تعمر، انا عمر لك بحالي، ربحنا ربحوا بجوج خسرنا خسروا بجوج، واني راه عارف لك يربح انا ما عندي هاد ديما هادشي يا صاحبي فهمت. وفين تدي هادشي عندهم المقاطعه فين عندهم عندهم ندفعوا مصابين صحاب القمر على كاينيتهم مصحاب القمر ويلي شحال هما والبلاد خسرات احمدي ايه القمر راه ما تيديوش للحبس عرفتي علاش حيت هذاك تيمشي اصلا تعطيهم الفلوس، اما الشفار ولا الخمار تيديو تيشدو عاد تعطيهم الفلوس هذا تي والله حنا تندورو معاه تعطيهم الفلوس دابا وهاني يقدروا هما يعطيوك الفلوس ولا لا حنا هما حتى سمعني عشي بدا من هنا الرباح الرباح معايا الرباح يلا مشي انا وياك تيمشي نمشيو ها نمشيو نمشيو صاحبي مقاطعة مقاطعة صاحبي الفلوس طبعا لعبوا بها كاملة صح المهم تدا العشية ونمشيو نلعبو اللعيبة تدا العشية انا ندور شي دوايرة انا نمشي نضربو ونشوف خوم واش غادي نديرو صاحبي القمر هو هذا صاحبي ما عندنا ما نديرو احنا نقول لك نلعبو ب 4100 واش انا عارفه صاحبي راك شتي ربحنا المرة الأولى القمر هو هذا صاحبي هو الحياة كرموطه خرجي علينا صباح من دابا فين دابا انا صاوي دابا داكشي اللي كنديرو لعبنا به البارح انا وخويا الخوادري راه قال لي مابقاش نعطيك وما نجيبو حنا هاد الفلوس دابا باش نلعب مشكله ولا ولا وغدا كاين واحد البروموسيون واعره بزاف اصاحبي فيها الفلوس صحيحه قلت لك الحل فين هو هاد الحل هذا عطينا هاد الحل هذا طاش مريض باغي تصيفطنا بالقمر قمرنا حرام ونزيدها ثاني الشفران نشوف فيها ما تخافش اصاحبي شوف هاد البريكولات على حسابي حتى الله يهديك تنضربهم هما صاحبي ما تخافش اصاحبي على حسابي اصاحبي هيا يلا يلا يستر معايا يلا يلا نتبعوك انا فهاد البلان كيما تبعتينا نتبعوك اللون واللون اصاحبي واللون شي فيهم بنادم اخر وا
وراه شنا لونا فيه شنو بغيتي شنو بان لك الف درهم نبدا من عندك انا باش ما كان صافي صافي حنا باغي الفلوس دابا لوك ما باقيش عاود تجيب لي هادشي قلت لك ما باقيش عاود تجيب لي هادشي مع الدري اللي جابنا هاك 20 تعاود هاك 15 هنا عاود رجع عندي نزيد 5000 ريال كتكون هنا كاين انا ديال بلاصتي فين تلقاني صافي يلا الدرهم صافي الف درهم وسط هادشي العباره لعبوا الخيل اصاحبي الخيل ويا واخويا ما تنفهمش انا فهادشي انا غادي انا غادي نعمر غادي نطلعوا شي ضربه ديال بصح صافي ما بقيناش كاع غادي نلعبوا صافي على مولاي انا غادي ندبرك على 20000 اخرى باش غادي تدبر عليه صافي انا ندير الخوادر الموطور ديالي باش مرا هاد الناس كثر صافي باش كثر من الخوادر الناس صافي يسمعك راه كاين صافي شيري مندبر على اكثر باش ما كانت انا معاك فاش ما كانت صافي تعطي الفلوس المهم انا غادي نمشي نتلاقاو في البلاصه ملي تنكونوا يلاه شي الله جيز 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 كاع الخوادري جيز دابا تخلص الماي هاد هي الفرصة حنا ندير الموضوع ونضرب الطاسة ديالي السلام عليكم بوليس سامعكم المسجد القصبة اللي كاين حدا المحكمة الابتدائية دابا دخلت نصلي خرجت ما لقيتش الموطور ديالي الشاب واه الشاب تما ديك الباص الموطور الشاب وانا غنجي عندكم كوميساري دابا واه صافي انا جاي الشاب مرحبا يلا الله يعاونك الله بخير معايا باش نضربو الضريبة ها هو تيصوني وفين عمي انا ابوها الا راه ضرب ديك الضربه اللي قلت لك وكذا وقضيت لافير وجمعت الرويلات باش نلعبوا ديك الوريقه صافي كلشي موجود عمر كامل موجود وصافي جي عندي القهوه فين تلعبوا وانا غادي نتحرك ليه دابا يا راسي دابا صافي هذا اللي وقع وقع تبع الموتور خسرنا الفلوس غادي نربحو اش غادي نربحو القمر هو هذاك صاحبي واجه شنو انا قلت لك غادي نربحو قلت لك مرات تربح مرات تخسر صافي الموتور ديال الخوادري مشى واش غادي ندير لك انا واش انا اللي خونت واش طوم مريض بغيت تغرق وتغرق معايا انا يا صاحبي بغيت تغرق راسك وتغرقني معاك شوف كيفاش دير لي اخويا صافي انا غادي نمشي بحالي صافي من هذا النهار اخويا ما تعرفني ما عرفت قالت بعتك اخويا امشي في انا للحبس لا اخويا ياك بليتيني ومشيتي راسك اخويا ما بليت ما بليتيني اخويا
ديري دابا شنو غنديرو موقف تاع الكوادري ان شاء الله. Thank you.